يعتبر دا محمد أحد أعمدة وقامات الدراجة الهوائية بمدينة جيجل. هذه الأميرة الصغيرة التي سلبت عقله منذ أن كان صبيا جعلته يكرس حياته في تصليحها. السنعة هذه بديت في 1940 كان في عمري 10 سنين. بديت مع عمي هو رباني هو علمني في هذه الصنعة هذه وخدمت معه حتى نهار زوجت وأنا معه. قعدت في يزالي 64 وأنا معه في هذاك الوقت خدمت الحانوت وحدي هذيك الساعه ولي سامون كونتر وعايش به. وبالرغم من عدم ادراج هذا التخصص قديما في مراكز التكوين المهني حرص الدا محمد ان يكون بمثابه المكون والمعلم لعديد ابناء مدينته وصولا الى احفاده. بكري ما كانش الميتي هذا وما كانش لي سنتر فورماسيون من بكري وانا نعلم في الناس ودلوكا كي نعلم في ولاد ولادي باش يخليو الصناعه بدهم تمشي هذه ما لازم نقولوا ما تقطعش. نجي مع سيدي نشوف لي فيلو هايدا تعجبني ما نحبش نلعب مع الدراري هايدا لبرا نخدم لداخل هايدا نمس نتوشي بلعك بلعك اللي نعرفو مفتاح نعرفو لي بياس وكبرنا ولينا نخدمو. وعن سر وفائه لممارسه هذه المهنه أكد الدا محمد أنها عشرة عمر والتي فاقت 60 سنة وأن عشقه للدراجة والتزامه مع زبائنه من بين الأسباب التي عززت ارتباطه بها. كان صغير هنا شريت له الفيلو وجبت عند الدا محمد ووعيت له الحانوت. الدا محمد تنتي فريمون تري سيريو يخدم لها هذيك الخدمه مسكونه لي زات لا تمتع لها هذيك توتي انتريسي بار لو فيلو لا هذيك نبعثو عند الدا محمد ما نطيطوش. ومع ندرة مصلحي الدراجات الهوائية بجيجل يسعى الدا محمد تسليم مشعل هذه المهنة وهذا النشاط من أجل تشجيع الجواجلة في استعمالها أكثر مستقبلا.